في سياق متصل شنت ميليشيات الباسيج التابعه للحرس الثوري الايراني هجوما على طلاب جامعه امير كبير الصناعيه بالعاصمه طهران. وكان الطلاب قد تجمعوا في حرم الجامعه احتجاجا على سجن زملائهم بتهمه المشاركه في تنظيم الاحتجاجات الشعبيه المناهضه للنظام. وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر هجوم عناصر الباسيج على التجمع الطلابي الذين هتفوا ضد السلطات القضائيه الايرانيه